لمواقع التواصل الاجتماعي العديد والعديد من الفوائد، وأيضا لها الأضرار الجسيمة جدا. نتعرف على هذه الفوائد والأضرار من خلال هذا الفيديو من كل جديد حول العالم. ولكن في البداية، فضلا وليس أمرا، تفضلوا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد دائما من قناتي. تحمل شبكة الانترنت اليوم كمية كبيرة جدا من البيانات والخدمات، من أهمها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعرف بأنها مجموعة من تطبيقات الانترنت التي تسمح بإنشاء تبادل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطتها. ولمواقع التواصل الاجتماعي العديد والعديد من الفوائد، وأيضا لها الأضرار الجسيمة جدا. إلا أن انتشار استخدام الأجهزة الذكية ساعد على تطور هذا النوع من التواصل. أولا، فوائد مواقع التواصل الاجتماعي. بتعد مواقع التواصل الاجتماعي من أسرع الوسائل للحصول على المعلومات والأخبار، كما أنها تساعد الصحفيين في الحصول على الأخبار وتسويق منتجاتهم. ثانيا، بتساعد طلاب العلم والباحثين، كما أنها تساعد في البحث عن فرص عمل أيضا. ثالثا، تساعد في ظهور صحافة المواطن، فصار الشخص الذي يعيش الأحداث يمكن أن يصورها أو يكتب عنها ويرسل ما يصور أو يكتب إلى وسائل الإعلام المختلفة في المناطق الأخرى التي لم يستطع المراسلون دخولها. رابعا، تعد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للدعوة إلى الله، وكذلك المساعدة في الأعمال التطوعية والخيرية. خامسا، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في الثورات، حيث يستخدمها الناس لعقد الاجتماعات وتنظيم المظاهرات وأعمال الاحتجاجات. سادسا، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتشكيل الصداقات وتوثيق الذكريات بالنسبة للأشخاص. سابعا، سمحت مواقع التواصل الاجتماعي بالممارسة الديمقراطية، كما أتاحت فرصا عديدة، منها انتشار المعلومات بين جميع مشتركي الشبكة، مع إمكانيات التفاعل على المواقع الاجتماعية عند نهاية كل خبر أو مقال. كما أتاحت الفرصة للمتلقين أن يصنعوا برامجهم الإذاعية أو التلفزيونية التي يحبونها ويتابعونها. أما بالنسبة لأضرار مواقع التواصل الاجتماعي فحدث ولا حرج. أولا، من أضرار مواقع التواصل الاجتماعي عرض المواقع الإباحية والسلوكيات الجنسية والمشاهد غير الأخلاقية، وقد يعرض ذلك على الأطفال، ويعرض أيضا عليهم صور التبغ والكحول. ثانيا، غياب المصادر الموثوقة وانتهاك الحقوق الخاصة والعامة، وبخاصة الحقوق الفكرية. ثالثا، نشر الشائعات والأكاذيب والأفكار الهدامة والتزوير وانتحال الشخصيات. رابعا، ضعف العلاقات الإنسانية وقلة التفاعل وجها لوجه، مما يؤدي إلى الانعزال عن الواقع. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت في التفكك الأسري وإثارة المشاكل الزوجية بشكل كبير جدا. خامسا، سلبيات كثيرة جدا لوسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على المستخدمين، مثل اضطرابات النوم والتشتت والتسويف. أيضا، من ضمن الأضرار الأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي، الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى هدر الوقت، كما أن الاستخدام الزائد لها يؤدي إلى إدمان الإنترنت وتقليل مهارات فن المحادثة، وأيضا مقارنة النفس مع الآخرين. دي كانت مزايا وعيوب مواقع التواصل الاجتماعي، قدمتها لحضراتكم من قناتي كل جديد حول العالم. أرجو أن تكون أفادت حضراتكم، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.